وعلمهن عقدك، ولادك من بعدك، ولادك واحفادك علمهم، يعني ده هيفيدهم كتير قوي. حديث تاني رواه مسلم عن جويريه امنا رضي الله عنها رضاها، كانت قاعده بتسبح ربنا سبحانه وتعالى كده من بعد صلاه الفجر كده لحد ايه شروق الشمس، وقعدت شويه كمان بعدها. فالنبي خرج ورجع فقال: اما زلت على تلك الحاله التي تركتك عليها؟ قالت: بلى. فقال: اما اني قلت من بعدك اربع كلمات ثلاث مرات، اربع كلمات كررتهم ايه ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن اليوم لوزنتهن. ماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. هعيده لك تاني. هتقول ايه؟ هتقول سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. بالله عليكم يا تكتبوها يا تسجلوها، المهم بالله عليكم انشروا الحديث دي بين الناس. والحديث رواه مسلم. الحديث الثالث رواه مسلم لما حنظله قابل سيدنا ابو بكر وقال له: نافق حنظله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين، فاذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال: او انك لا تجد ذلك؟ قال: بلى. قال: وانا ايضا. فذهبوا للنبي عليه الصلاه والسلام، راحوا للنبي فبرضه قال له: نافق حنظله. قال: وما ذاك؟ قال له: كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر. ركز معايا في نص الحديث: لو أنكم تدومون، والذي نفسي بيدي، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. نحن نشوف الكنز الثالث أو الكنز الرابع. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. اسمع الحتة اللي بعد دي: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ ايه؟ تملأ الميزان. طب عيدها تاني الله يبارك فيك عشان بس مش مستوعب. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وتخيل حضرتك لما تقول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. الحديث رواه مسلم. تعال شوف الكنز اللي بعد كده. حديث ايضا رواه مسلم. النبي بيقول ايه؟ ايعجز احدكم، يعني بالله عليكم ده كلام، ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم 1000 حسنه؟ ايه رايك؟ تحب تكسب كل يوم 1000 حسنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فكيف نكسب 1000 حسنه؟ قال: يسبح 100 تسبيحه فيكتب له 1000 حسنه او يحط عنه 1000 خطيئه. هتسبح ربنا تقول سبحان الله 100 مره. هتاخد حاجه من الاثنين، يا يكتب لك 1000 حسنة يا يتغفر لك 1000 خطيئة. وحشة؟ حديث رواه مسلم. طيب تعال نشوف الكنز اللي بعد كده. حديث أيضا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله. يا أخي صل على حبيبك اللي بيعلمك الخير ده كله، صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خد بالك بقى، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل. كانك اشتريت 4 من العبيد واعتقتهم لوجه الله سبحانه وتعالى. اللي يقول دي 100 مره كانك اعتقت 4. طب تعال نشوف الحديث اللي بعده اوسع شويه من ده. تعال نشوف الحديث اللي بعده ايضا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، 100 مرة في اليوم ده، كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، خد بالك، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. والله لعد لك الحديث تاني، والله لتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاه بيقول: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. ادي ده الحديث. خد الثمرات دي بقى، يعني ده الحديث احفظه. الثمرات اهي. قال صلى الله عليه وسلم: كانت له عدل 10 رقاب، كانك اعتقت 10 عبيد، وكتبت له 100 حسنه، ومحيت عنه 100 سيئه، وكانت حرزا له حمايه وقايه من الشيطان حتى يمسي. يبقى تقوله الصبح بعد الفجر وتقوله بالليل بعد العصر، ماشي؟ يبقى لما تقوله من الصبح وتقوله بعد العصر
يبقى انت كده عملت لنفسك حمايه من الفجر للعصر، والحمايه الثانيه من العصر ايه للفجر، حرزا لك ايه من الشيطان. حتى يمسي ولم ياتي احد يوم القيامه يعني بافضل منه الا رجل عمل اكثر منهم. تعال نشوف الكنز اللي بعد كده، كنوز، انا بقول لك كنوز من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاكر حضرتك قصه راجل الام البسيط ده اللي في يوم من الايام راح حضر درس من دروس الشيخ، وراجل بسيط ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب، سمع الحديث دوت في درس الشيخ، قال بس هدعو الى الله بالحديث ده، طلع بره على البقال: يا حاج فلان، كلمتان خفيفتان على اللسان، يا الجزار اللي ده. مرت الايام وهو بيدعو الى الله بهذا الحديث، في يوم من الايام جاله مرض فدخل المستشفى عشان يعمل عمليه جراحيه، الدكتور اللي هيعمل له عمليه ما بيصليش، عمره ما سجد لله سجده. الراجل الدكتور اداله بنج كلي وعمل له العمليه، وبعد العمليه مباشره الراجل قام البنج: يا دكتور. فهو ظن ان هو تعبان وعايز مثلا حقنه مسكنه، قال له: يا دكتور. قال له ايه؟ قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات. فقال الدكتور: والله وكأن الله أحياه من أجلي. فبدأ يلتزم ويصلي ويطلب العلم، وأصبح من مشاهير الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الكنز اللي بعد كده، احنا خلاص قربنا نخلص اهو، فاضل حاجة بسيطة. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل إرق بالليل. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي. ثم أودع، لو دعا استجيب له، ولو قال رب اغفر لي لغفر له، فإن قام وصلى قبلت صلاته. الكنز اللي بعد كده، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تغفر لك كل ذنوبك لو قلت سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، يتغفر لك ذنوبك كلها. الكنز اللي بعد كده، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. والحديث أيضا عند أحمد والترمذي بسند صحيح. الرواية الثالثة عند الطبراني في الكبير بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غرس الجنة، اغرسوا الشجر ونخل في الجنة، أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غرسها. قالوا: وما غرسها يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله من غرس الجنة. تعال شوف الكنز اللي بعد كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن: قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. عايز تغرس في الجنة قول الكلام ده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قلناه بكده: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من بين الأذكار أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. حديث رواه مسلم. عند النسائي وأحمد بسند صحيح: من صلى عليه صلاة واحدة، خد بالك بقى، صلى الله عليه بها 10 مرات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له في الجنة 10 درجات. وعند الطبراني في الكبير بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. عايز ربنا يزهو عنك الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن لأبي بن كعب: قال له أبي: يا رسول الله، لي ساعة أذكر الله عز وجل فيها، فكم أجعل لك فيها من صلاتي؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الربع، الثلث، النصف، حد من الآخر. قال له إيه؟ أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. قال: إذا لو عملت كده إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصل عليه. يعني خير كله هتاخده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبكرة الجمعة، خدوا بالكم يا جماعة، انتوا عارفين بحبكم في الأدية، بكرة الجمعة هنكتر من حاجتين:
هنكتر بكرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.